أبو جعفر المنصور كان يحفظ القصيدة من أول مرة مهما كانت طويلة، وعنده خادم يحفظها من مرتين، وعنده جارية تحفظها من ثلاث مرات. أبو جعفر أمير المؤمنين الذي بنى مدينة بغداد شرط على رابطة الأدباء ألا يعطي الشاعر على قصيدته إلا إذا كانت من قوله، أما إذا كانت من منقوله لا يعطيه شيئا عليها. فيأتي الشاعر ويكون قد نظم قصيدة من بنيات أفكاره، فيدخل على بلاط أمير المؤمنين فيقول له أبو جعفر تحفظ الشروط؟ يقول له نعم، إن كانت قصيدتي من قولي تجيزني وزن الذي كتبته عليها ذهبا، وإن كانت من منقولي لا تعطيني شيئا عليها. فيسرد الشاعر القصيدة كلها، فيقول أبو جعفر إني أحفظها منذ زمن، أنا الذي نظمتها، كيف تحفظها يا أمير المؤمنين؟ يقول له اسمعها. فيسردها أبو جعفر كلها، ويكون قد خبأ الغلام وراء الباب. الغلام يحفظها من مرتين، سمعها من الشاعر وسمعها من أمير المؤمنين فيسردها كلها، والجارية سمعتها ثلاث مرات فتسرد القصيدة كلها. فأصيب شعراء العراق بعقدة، فيقول الشاعر أنا لست بشاعر، حتى جاءهم الأصمعي قال ما لي أراكم كئيبين وقاتمين. قالوا يا أصمعي ننظم القصيدة من بنيات أفكارنا ليلة كاملة، فندخل على بلاط أبي جعفر وإذا به يحفظها، والغلام والجارية قال دعوا الأمر لي إن في الأمر خدعة. صلوا لي على الحبيب محمد. فنظم أعقد قصيدة كثر فيها من اللآت والهآت والتآت والرآت والكافات. ولما سل سيف الفجر من غمد الظلام وتعرى الليل من ثوب الغلس، تنكر الأصمعي وتلثم ووضع شعرا مستعارا وعقصه ورفعه كالقرون، ودخل حافي القدمين يجر ناقته. السلام على أمير المؤمنين. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اصرفوا هذا الشحاذ وأعطوه. قال سيدي أنا لست شحاذا، أنا شاعر من أعراب الموصل. قال تحفظ الشروط؟ قال نعم، إن كانت قصيدتي من قولي تعطيني وزن الذي كتبته عليها ذهبا، وإن كانت من منقولي لا تعطيني شيئا عليها. ويسترخي الخليفة وينظم الأصمعي قصيدته المعقدة، فيقول صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي. أبو جعفر صار يعد اللآت، وإذا باللآت أكثر من ثلاث ضيعه. يقول والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجب بالنقلي، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفلي، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندندن لي والطبل طب 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 لي، طب 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 لي. هذا طب طب له قلبه لعم شو هالبلوى هذا. يقول له والرقص قد طاب إلي والسقف سق سق سقلي، شوا شوا وشاهشوا على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي. يلا طليت على الرسول. والعود دندندن لي والطبل طب 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 لي، طب 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 لي، والرقص قد طاب إلي والسقف سق سق سقلي، شوا شوا وشاهشوا على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي،
يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقللي والكل كع 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 أيها الأحبة والكل كع 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 خلفي ومن حويلي لي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأذبلي أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي تحفظها يا أمير المؤمنين هذا أبو جعفر قال له ها قالوا تحفظها قال والله ما سمعت بها أبدا يا خادم تحفظها قال والله ما سمعت بها أبدا أيتها الجارية قالت والله سيدي ما سمعت بها أبدا قال أيها الشاعر هات قصيدتك حتى نزنها ونعطيك وزن الذي كتبته عليها ذعبا والله طبطب لي وزارة الاقتصاد والمالية عندنا فلما نظم القصيدة الأصمعي ذكي يعلم ما في خزانة الدولة أخذ مال الدولة كله أخذ خزانة الدولة الجمل الأول الثاني الثالث قال له خربت بيتي قال له هذا شرط فعند آخر خطوة تنحنح الأصمعي والتنحنح لا إرادي فتبسم ضاحكا أحبابي الكرام قال هذا هو الأصمعي يا سيدي أمط اللثام قال لا أمط اللثام فأماط اللثام رغما عنه قال كيف تجرأت في مجلسنا وبلاطنا يا أصمعي قال نعم يا سيدي إنك بفطنتك وحذاقتك قطعت أرزاق الشعراء قال أعد الخزنة قال لا أعيدها حتى تعطي الشاعر على القول والمنقول قال لك ذلك قال ولك خزانة الدولة وعندئذ فرج الله عن الشعراء.